السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم دكتور إيمان عبد الحسبي، أستاذ بقسم الباثولوجي لكلية الطب جامعة طنطا ومدير وحدة الانفورميشن تكنولوجي في الكلية. النهارده هكلم حضراتكم على المايكروسوفت تيمز، ايه هي الاسينشال فيتشرز اللي احنا ممكن نستعملها فيها علشان نستفيد من وجودها وادخال، لان الطلاب اوريدي في كل الفرق معمول لهم تيمز الكل مقرر وكل الطلاب داخلين عليها، فاحنا عايزين نستغلها الاستغلال الامثل تحسبا. ممكن ان احنا الدراسه تتقلب اونلاين، الله اعلم، ممكن ان احنا نستغلها في حاجات كتيره في الدراسه بدل ما يبقى بالحضور والوقت والمواصلات والسفر وكده، لا ده ممكن في اي وقت من اليوم احنا متاح ان احنا نتواصل مع طلابنا، ان احنا نسمع منهم انهم يقدموا حاجات، احنا ننزل لهم حاجات. فدي فيتشرز حلوه جدا المفروض ان احنا نستفيد منها، خصوصا انها حاجه متوفره طبعا شركه مايكروسوفت، وهي شركه كبيره ومجلس اعلى الجامعات يعني بعقد اتفاقيه، فبالتالي دي حاجه ساريه وميزه لازم ان احنا نستغلها. اول حاجه احنا عشان ندخل على التيمز احنا بنفتح لازم الايميل الجامعي بتاعنا، بندخل جوه الايميل اللي هو بتاع مايكروسوفت الاكاديمي اللي هو admit.tanta.edu.eg. لما بنفتح الايميل كده بيبقى فيه هنا جنب كلمه اوتلوك، لما بنضغط على النقط اللي جنبها ده هنا بيطلع لي الابلكيشنز اللي هي مربوطه او كل واحد فينا مدخلها مع الايميل بتاعه او حابب ان هو يستفيد من خدماتها من ايميل مايكروسوفت. من ضمن الحاجات اللي بتظهر كابليكيشنز اتاتشد ليها هي تيمز. طيب اما بندخل على التيمز طبعا مع اول دخول بيطلب مني ان انا ادخل الايميل بتاعي والباسورد اللي هي بتاعه الايميل، وبالتالي انا وانس مظبوط الايميل بتاعي وعارف الباسورد فبدخل اعمل ساين ان في التيمز، وبختار انه يبقى افتحه من الويب از ويب اب، فمش محتاج خالص لو انا على لابتوب او كمبيوتر مش محتاج ان انا انزل الابليكيشن اعمله داونلود، لا ممكن ادخل از ويب اب فيفتح لي على طول صفحه التيمز اللي انا فيها، ودي بتبقى اول مره. بعد كده بيبقى محفوظ بقى في سيفنج اصلا للساين ان سواء يوزر نيم او باسورد ليا على الكمبيوتر بتاعي، فزي ما حضراتكم شايفين كده انا مجرد ما ضغطت على التيمز دخلني على طول على التيمز اللي انا فيها. طبعا عدد التيمز هنا كبير لان انا كنت يعني انا اللي انشات التيمز المختلفه للكليه، وبالتالي كلهم بيظهروا لي في الصفحه بتاعتي، انما على حسب حضرتك ممبر او اونر يعني تيتشر على اي تيم هيبقى ظهر لحضرتك العدد بس اللي حضرتك منضاف عليه. وكذلك بالنسبه للطالب، لو انا برضو الفيديو ده هيسمعه طلابنا هو برضو على حسب انا في سمستر كام والكورسات ايه اللي عليا، المفروض افتح الصفحه بتاعه تيمز الاقي الكورسات اللي انا منضاف عليها از ممبر از ستودنت. طيب لما نيجي نشوف ايه اللي ممكن ان احنا بقى نستفيده او ندخل جوه تيم، يعني هندخل جوه التست تيم ده عشان ما نعملش انترابشن لاي تيم من الموجودين. اول حاجه هو بيبقى الصفحه اللي فتح عليها دي اللي هي الصفحه الجنرال، دي بتبقى صفحه فيها البوستس اللي بتظهر لاي حد موجود في التيم، حتى لو كان محطوط في جروب ومعمول جروبس جوه التيمز، لا هي الصفحه الجنرال دي بتبقى از جنرال بوست لكل بيطلع عليها وكل بيشوفها. طيب من الصفحه دي بنقدر نعمل حاجات كتير، ممكن اعمل نيو كونفرسيشن لو انا عايز مثلا اعلن على حاجه معينه، فاقول نيو كونفرسيشن وابدا اقول مثلا نيكست ليكتشر، ابدا اكتب اللي انا عايز اعلمه للطلاب وعارف ان الكل هيشوفه، كل حد ممبر في التيم ده هيشوفه، يعني مثلا نيكست ليكتشر ويل بي ويل ستارت مثلا ات 10 مثلا، انا كتبت ده عشان الطلاب يشوفوه. بعد ما بكتب الكلام ده بقوم ضغط لازم على السهم ده عشان ده يبقى بوست فالكل يقدر يشوفه. طيب هل ممكن اعمل حاجه تانية؟ لو انا عايز اقول تفاصيل اكتر فبكتب الريبلاي هنا بكمل الكلام اللي انا عاوز اقوله. ممكن ان انا الحق بيه فايلز لو انا مثلا تحضير المحاضره انا كتبت لهم عنوان المحاضره هيبقى كذا واليوم الفلاني، ممكن اعمل هنا اتاتشمنت اضغط على كلمه اتاتشمنت دي واعمل ايه ابلود لفايل يا اما من الكمبيوتر بتاعي يا اما لو كنت رافعه على وان درايف او لو كان اوريدي ملف مرفوع لحد تاني في التيمز بتاعتي فهو اوريدي بقى موجود على التيمز فبدور عليه وببدا احطه هنا برده، فدي ده حاجه ممكن اعملها. طيب يا اما ممكن هنا طبعا اللاود انه يبقى فيه سمايلي سواء لينا او مفتوحه برده للطلاب، ممكن ان انا اضغط هنا على الميتنجز علشان خاطر ايه ابدا ان انا احدد ميتنج معينه بسكيدولنج معين. ممكن ان انا اهو
لو عايز مثلا اعمل ميتنج ناو على طول، يعني اقول ايه وي ويل ستارت ذا ليكتشر ناو واقوم ضغط على ميت، فانا ممكن ادخل على ميتنج على طول من هنا دلوقتي. يا اما اللي قبلها دي ان انا كنت اعمل لها ايه، اعمل لها سكيدولينج، يعني ابدا ان انا احط ميعاد لميتنج ناوي اعملها، واحنا هنتكلم بتفصيل على الميتنج دلوقتي. يا اما هنا دي حاجه اسمها ستريم، ستريم ده برضو حاجه او ابلكيشن اتاتشد مع المايكروسوفت تيمز زيه زي اليوتيوب، يعني حاجه مكان ممكن نرفع عليه الفيديوز بتاعتنا والطلاب بتوعنا يدخلوا يشوفوه، فهو زيه زي اليوتيوب بس عشان معظمنا اشتغل على اليوتيوب. فانا مثلا من ضمن الحاجات لان انا ممكن ازود ابس هنا واكستنشنز ثانيه، فانا مزوده ان ممكن اليوتيوب كمان اقدر ان انا احط لينك ليها، الفيديو يدخل على طول لو انا عاوز احط البوست ده واقول مثلا ليكتشر فور كذا از ناو ريكوردينجز اوف ليكتشر كذا از ناو افيلبل ان ذا فولوينج لينك، واقوم حاطط اللينك بتاع اليوتيوب بحيث انها تبقى موجوده له هنا على طول تفتح على الصفحه. يعني انا اقوم حاطط هنا اللينك بتاع اليوتيوب اللي انا عايز احطها، فعلى طول مجرد ما بحطها انا اوري لحضراتكم برضو اهي، لو انا مثلا جبت اي لينك من يوتيوب فيديو مثلا نبدا نحط اي حاجه للستودنتس، مثلا حاجه من اللي احنا كنا عاملينها للستودنتس، وبعدين نقوم حاطين اللينك دي هنا كده، اللينك بتاع الشير اللي عملنا الفيديو ده. هو بيبدا هنا يعمل براوزنج بقى للفيديوز الموجوده على اليوتيوب، ويبدا ان هو ايه تتحط هنا كده في البوست بتاعي. تمام، فكده بتظهر للطلاب. لازم اضغط على السهم اللي احنا شايفينه تحت ده اهو كده عشان خاطر اهي هتبقى كده ظاهره، ظاهر الفيديو بتاعي تحت الايه، تحت النوت او تحت المسج اللي انا حطيتها كبوست للطلاب، فيقدر ان هو على طول من هنا كده يضغط عليها ويبدا ان هو يتفرج على الفيديو اللي انا حاطاه ده، يضغط عليه يدخل بقى على الصفحه بتاعه اليوتيوب ويبدا يتفرج على الفيديو اللي انا حاطه لو انا حاطط فيديو لمحاضره او كده. تمام، فكل اللي احنا بنقوله ده ازاي ان احنا نستغل صفحة الجنرال اللي هي بيبقى كل الناس اللي في التيمز شايفين انا حطيت ايه، استغلها في ان انا بحط بوست، بحط اناونسمنت، بحط فيديو، بحط فايل محاضرة. طيب الكلام ده لو انا حطيت فايلز من اول السنة عمال احط للطالب علشان خاطر يلاقي الحاجة بتاعته، هيفضل يفتح كل الكونفرسيشن من الاول، من اول الشات او من اول البوست دي؟ لا، اي فايل بيتحط بيبقى كمان موجود، شايفين حركوا هنا دي البوست جنبها هنا كلمة فايلز، فأي فايلز بنحطها في الصفحة الجنرال دي لما نفتح كلمة فايلز بنبدأ إن احنا إيه نلاقيها اتجمعت للطالب هنا. فده عشان كده لما نحط فايل نبقى موضحين قوي العنوان بتاعه بحيث إنه بسهولة ممكن إن أنا إيه، ممكن إن أنا الطالب لما يدخل يلاقي بسهولة العنوان اللي هو عايز يدور عليه عشان ما يبقاش تايه في البوستس الكتيرة اللي كانت موجودة في الصفحة الجنرال. ممكن يعمل داونلود للفايل دوت، ممكن ان هو يعمل لو هي مثلا حاجه كوبي لللينك دي ويبعتها مثلا لنفسه في مكان عشان يحتفظ بيها، يعني ممكن حاجات كتير. طيب نرجع تاني للصفحه بتاعه البوست. الحاجه اللي بعد كده، انا مثلا ضفت حضراتكم كاونرز للتيمز وعملت لكم جروبس. الجروبس دي بتتعمل ازاي برضو علشان حضراتكم عندكم فكره، انا جنب اسم التيم هنا ده التيم ده اسمه تيست، علشان يعني اعمل شويه ادي ثيم للتست وكده، نمره واحد الصوره دي بتبقى متعلقه بالتيم بتاعي، فانا مثلا لو حابب اغير الصوره بضغط على القلم او بضغط على الصوره دي وبعمل تشوزنج، مثلا انا عايز يبقى الشكل يبقى كده، ده شكل التيم ده، او اعمل ابلود لبيكتشر معينه عجباني او بتعبر اكتر عن التيم، زي مثلا انا هعمل ايه تشوز للصوره دي او تشوز للصوره دي كده، ده التست اهو كده عايزه يبقى بالشكل ده، واقول له ابديت، فبدل ما كان شكل التيم كده لا خلاص بقى هو شكل التست تيم بتاعي بالشكل ده. طب دي اول حاجه. الحاجه الثانيه الثلاث نقط اللي جنب اسم التيم ده، من هنا ببدا اعمل حاجات كتير، ببدا اعمل اقدر اعمل مانج للتيم، اعمل اد للشانلز، اد لممبرز، ليف ذا تيم لو انا بقى يعني عملت مثلا انشاته خلاص او عايز اسيبه وحد تاني بقى اونر ليه، اعمل ايديت، هنشوف واحده واحده. مانج تيم اول واحده دي، ده هنا بيجيب يدخلني في صفحه ايه، يقول لي مين الاونرز، فهنا بيبقى الليست اهوت بالنسبه لي انا اونر عايز اقلب نفسي يبقى ممبر، بضغط على دي، وبعدين هنا بيجيب لي مين الممبرز لو مثلا معايا ستودنتس
هنلاقي فيه لستة الستودنتس وعددهم موجود في جنب عنوان ممبرز اند جيستس دول. فهنا بيقول لي كام اونر وهما مين والممبرز اند جيستس مين. طيب عايز تو اد ممبر، يبقى انا بضغط على الكلمه الموجوده قدامنا دي اد ممبر، فكده بيبدا يفتح لي ايه، يفتح لي بوكس كده عند حضراتكم ممكن هتلاقوه واحد بس، انما في ابلكيشن معين ممكن ينزل عشان لو عايزين ننزل عدد الابلكيشن ده عيبه بس ان هو فيه تعليقه فيه شويه فبيحتاج صبر. فالمهم احنا لو عايزين تو اد ممبرز بنعمل ايه، بنفتح اللي نقول اد ممبر وبعدين نبدا نضيف الايميل بتاع الستودنت، او ساعات ان انا مجرد ما بكتب اسمه مثلا هو بدا بحرف الاتش الايميل بتاعه، فزي ما حضراتكم شايفين كده بيبدا ايه يفتح لي لانه اوريدي الناس دول داخلين وطلابنا كلهم داخلين نظم المعلومات الحمد لله مدخلينهم كلهم، فبالتالي مجرد ما بكتب اول حرف بالعربي او بالانجلش هو لو بالانجلش بيديني كل اللي فيه اتش في اوله الايميل بتاعه، ولو بالعربي مثلا كتبت حرف اول الف مثلا فبيديني كل الايه اللي موجودين، فببدا ان انا ادور مين اللي انا عاوز ادخله وببدا ان انا ايه اختاره، وبعد ما اختاره مثلا اقوم ضاغط و بقوم ضاغط ومدخل ايه يعني مثلا اخترت اي تي فاقوم ضاغط كده وبعدين اقول اد، هو طبعا بيشوف لو ده اوريدي انا كنت مدخله الاي تي قبل كده فبالتالي بيقول لي الممبر ده اوريدي اكزيست ان ذس تيم، وهكذا بيبقى واحد ورا الثاني بفضل ادخله وبختار من الاول. هو الديفولت بتاعه ان اي حد انا بضيفه بيبقى از ستودنت، لو انا عايز اضيف از تيتشر يبقى من الاول لازم اضغط تيتشر الاول وبعدين اقول اكتب مثلا اللي انا عاوز اضيفه وببدا ان انا ايه اختاره واختار بدقه، لان زي ما بقول حضراتكم هو بيفتح لي كل نظم المعلومات الموجوده، فعشان مش اي حد اضيفه في التيم بتاعي لازم ابقى متحقق انا بضيف مين وبضيفه كايه كستودنت ولا كتيتشر. طيب ده بالنسبه لاول حاجه في المانجمنت اللي هي اد ممبرز. ساعات بيطلع لي هنا اللي هي يعني مش عايزه الخبط حضراتكم اللي هي بيندنج ريكوست، ساعات مثلا طالب ما يبقاش نضاف او كده فبنلاقي ان هو بعت ريكوست ان هو عايز ينضاف في جروب، فلازم اتحقق برده من شخصيه اللي عايز ينضاف ده وابدا قبل ما انا اضيفه. طيب يعني هي دي الجزئيه اللي في اول حاجه عايزه حضراتكم تعرفوا ليها في المانج تيم، يبقى بالثلاث نقط اللي جنب العنوان بختار مانج تيم، مانج تيم دي بيظهر لي مين الاونرز ومين الممبرز، واضغط على اد ممبر دي عشان لو عايز اضيف ستودنت يبقى اختار ستودنت هو اصلا على ديفولت ستودنت، اكتب ايميله او اسمه واشوف اتحقق منه واضغط اوكي واد، يا اما لو تيتشر برده نفس الحكايه وبكتب الايميل الجامعي بتاعه، ولازم طبعا اللي هيدخل يبقى بالايميل الجامعي عشان ده بتاع مايكروسوفت اللي هو admin.tanta.edu.eg، وبعدين بضغط برده اد وبضيفه. يبقى ده الجزء اللي انا عايز حضراتكم تعرفوه في اللي هي المانجمنت بتاع التيم. الحاجه الثانيه اللي هي اد شانل، دي اوريدي عملتها لحضراتكم بس بعضكم مثلا بيحتاج يعمل سب جروبنج كمان، فاما بنضغط على اد شانل دي معناها ايه؟ معناها ان انا ببدا انشئ روم جوه التيم. الروم دي ما بتاخدش عدد كبير، التيم بيشيل معانا ممكن ابقى مدخل على التيم الواحد عشان الكل يشوف البوست وكده الدفعه كلها واكتر، يعني التيم ممكن يشيل لحد 10,000 ممبر كلهم بيشوفوا البوست اللي هي في الصفحه الجنرال، ولكن لما اجي اعمل سب جروبنج لا الجروبس دي ما بتشيلش اكتر من 250 ممبر، ما بتشيلش اكتر من 250 ممبر. كمان الميتنج ما بتشيلش اكتر من 300 واحد في الميتنج في المايكروسوفت تيمز. تاني الجروبس او التشانلز ما بتشيلش اكتر من 250، والميتنج ما بتشيلش اكتر من 300 حضور لحد دلوقتي. طيب التشانل دي زي ما بقول حضراتكم كده ده عشان اعمل جروب، فالتشانل نيم ممكن اقولها ايه ان انا هعمل جروب اسمه جروب 1 تمام. الجروب 1 ده يعني لو انا عايز اعمل ديسكريبشن بقول، لو مش عايز خلاص. وبعدين هنا البرايفسي، انا بما اني بعمل جروب يبقى انا مش عايز الكل اللي في التيم يشوفوه، وبالتالي هو البرايفسي هنا هو الديفولت بتاعها انها تبقى برضو لكل الموجودين في التيم، انما انا بما اني بعمل جروب فاذا انا عايز اخصص لناس معينه الجروب ده، ممكن انا وزملائي مثلا من الستاف الموجودين في الكورس مثلا، ممكن انا وجروب معين من الطلاب اللي هم مقسمين الدفعه كذا جروب فهو الجروب ده بس اللي انا عايزه اتعامل معاه، ممكن ابقى اعمل جروب عشان بروجكت تيم ورك جروب ورك هم عاملين مثلا بروجكت مع بعض ريسيرش مع بعض فبعمل لهم جروب او سب جروب جوه التيم عشان يبداوا يتعاملوا فيه، وبالتالي انا بختار في البرايفسي هنا يبقى اكسسبل
to specific group of people within the team. ما خليهوش ان هو ايه public يبقى فرق ايه مع الجنرال عندنا بقى. تمام؟ فانا ما بنشئ هنا create a channel هنا. الشانل دي يعني بعمل sub grouping جوه التيم. فاسمي اول حاجة اسم الشانل ايه اللي هو مثلا بقى group 1, وبعدين بخليه البرايفسي هنا private بحيث انه يبقى accessible only to a specific group of people within the team. وبعدين اقول next, وهنا بقى بيقول لي طب ضيف بقى للممبرز بتوع الجروب دولت. فمين هيبقى التيتشرز بضيفه, تمام, ومين هيبقوا ستودنتس ببدأ اضيفهم برضو واحد واحد من جوه التيم, بشرط طبعا شرط ان هو يبقوا اصلا منضافين للتيم. يعني ما ينفعش ابقى بعمل جروب واضيف ناس من بره التيم, لا لازم اضيفه على التيم الاول زي ما شفنا من شويه في المانجمنت في اللي هي تيم مانج تيم, وبعدين جوه الجروب بقى ابدا يعني ابدا اكتب او ادخل الاسم برضو 1 باي 1. بيبقى في الجروبس لازم ادخل الاسم 1 باي 1 وببدا ان انا ايه اضيفهم على التيم. تمام, انا طبعا ما ضفتش بس ايه زي ما حضراتكم شايفين كده, طالما ان انا عملتها برايفت فيبقى يظهر ايه علامه القفل اللي احنا شايفينها ديت جنب الجروب. إيه لو انا مش ممبر وحد مثلا تاني في كان اونر وعمل جروب إيه وانا مش فيه, مش هيظهر لي خالص الجروب ده لان حاجه برايفت انا مش هبقى شايفاها اصلا على التيم بتاعي. تمام, طيب يبقى دي تاني حاجة لازم نعرفها هنا. يبقى انا اول حاجة اتكلمت عليها ازاي ان احنا نعمل ايدات عشان ندي يعني تيم خاص بينا وصورة معينة بنربطها بالتيم بتاعنا. وبعد كده في مانج تيم دي اول حاجة فتحناها اللي هي عشان تو اد ممبرز ونشوف مين الاونرز ومين الستودنتس. وبعدين اد شانل دي اللي اتكلمنا عليها دلوقتي علشان ازاي نعمل سب جروبين جوه التيم. ممكن من هنا برضو سريعا بدل مانج تيم وتدخل على اد ممبر, ممكن اد ممبر من هنا على طول اللي حضراتكم شايفينها دي. وبعد كده طبعا ليف ذا تيم دي اديت ذا تيم. اديت ذا تيم دي لو انا عايز اغير من اسم التيم لو ضغطت عليها كده ده بيفتح لي بقى انا عايز اغير في اسم التيم او عايز اعمل برضو ابلود البيكتشر, فهي زيها زي اللي كانت موجوده في العنوان. تمام, يعني يا اما من هنا يا اما من اديت التيم اللي احنا شايفينها دي. وبعدين في برضو حاجه لطيفه قوي ان كل تيم بيتم انشاؤه بيبقى فيه لينك بيتم انشائها ليه بتتخلق مع تخليق هذا التيم. فجيت لينك تو ذا تيم لو انا عايز مثلا حد من الطلاب او حد من البروفيسورز عايز تو بي ادد تو ذا تيم بعد ما هيدخل عليها وكده, فهو احنا عايزين على طول نديله عنوان التيم بتاعنا. او عايز اعمل ايه اللينك للتيم دي زي ما حضراتكم شفتوا كده الطلاب احنا حطينا لهم اللينكات بتاع التيمز بتاعتهم عشان يدخلوا عليها بتاع كل كورس في على موقع التعليم الالكتروني. فبالتالي بقوم واخد اللينك دي كده كوبي منها وبروح ايه وبروح احطها في المكان او ابعتها اللي انا عاوز ابعتها له. واللينك دي جاست ان انا اعمل لها كوبي بيست في اي براوزر زي ما حضراتكم شايفين كده بتدخلني على طول دايركتلي على المايكروسوفت تيمز. ودي الصفحه اللي بقول لحضراتكم اول ما حد فيكم بيدخل من على الكمبيوتر بتاعه بيتقول له مايكروسوفت تيمز انت عايز تعمل داونلود للابلكيشن على الكمبيوتر بتاعك ولا تدخل من الويب اب, فمالوش لازم خالص ان نعمل داونلود, ندخل على طول من الويب اب لانه فيه كل الفيتشرز فما فيش مشكله بدل ما ننتقل اجهزتنا. وزي ما حضراتكم شايفين كده اللينك دي دخلتني على طول اهو على نفس الايه على نفس التيم اللي كنا موجودين فيه. فلينك تو ذا تيم دي بتسهل علينا بتخلي فيه اكسسبيليتي بسهوله لاي ضيف او لو اي حد ضفناه على التيم بتاعنا وعايزينه يدخل عليه بسهوله. طيب هندخل في حاجه يعني دي اهم حاجات فيتشرز, انا برضو مش عايزه يبقى فيه تشتيت في الفيديو ده بحيث ان احنا نبقى مركزين تو ذا بوينت الحاجات اللي احنا عايزين نستعملها في التيم. يبقى ده اول جزء في التيم ازاي هاو تو مانج وازاي ان احنا خلقنا جروب وازاي ان احنا حطينا بوست في الصفحه الجنرال اللي بتبقى ظاهره للكل. انا جوه الجروب بقى نفسه لما نفتح كده نضغط على جروب زي ما حضراتكم شايفين كده لما البوست يعني ايه بقى دخلنا صفحه جديده. صفحه جديده دي بيبقى الحاجات البوست ليها صفحه بوست وفايلز برده, بس زي ما حضراتكم شايفين كده دي هتبقى برايفت روم ما بيني وما بين الناس اللي معايا في هذا الجروب, محدش تاني خالص بره الناس دولت من التيم يقدر يشوف اللي جواها سواء البوست. يعني هنا برده اهو نيو كونفرسيشن ببدا ان انا نفس الطريقه اعمل اتاتشمنت الفايل اكتب لهم حاجه اناونسمنت اتفاق ميتنج هنعملها الكلام ده كله اناونسمنت عليها, فببدا ان انا ايه اضيف او احط الرسائل بتاعتي للجروب بتاعي هنا. ولو عايز اضيف فايلز برده ممكن ان انا ايه ممكن ان انا اضيفها. فبالتالي هنا دي زي ما قلت لحضرتك كده الروم اللي بقت خلاص
ما بيني روم خاصة جدا للجروب اللي تم انشاؤه، الممبرز بتاعها بس هم اللي بيشوفوا ايه اللي جواه. طيب هندخل على حاجة مهمة بعد كده، نرجع بقى لصفحة الجنرال تاني، وبعدين هنتنقل دلوقتي للفيديو بقى علشان نتكلم على ازاي نعمل ميتنج. احنا مايكروسوفت تيمز دي برضه من المميزات غير البوست والرابت كونتاكت مع طلابنا، لان وانس انا نزلت حاجه وكلهم شايفيني. الحاجه المهمه جدا ان احنا عاملينها علشان خاطر نعمل ميتنجز. زي ما حضراتكم شايفين كده فوق هنا على اليمين، انا عندي كلمه تيم طبعا ديت، لو انا عايز انا عندي هنا كلمه تيم وجنبها هنا كلمه ميت. ميت دي لو ضغطت عليها على طول يفتح لي ميتنج ات وانس انا والايه والطلاب بتوعي. طب لو انا عايز، لا مش دلوقتي على طول كده، انا عايز اعمل سكيدولينج، يعني هعمل ايه؟ هعمل لها جدوله بحيث ان انا يبقى في فرصه يشوفوها في بوست اعلن عنها في ميعادها، ويبعت لهم نوتيفيكيشن لانهم ممبرز هيبعت لهم على الايميل انه هيبقى في ميتنج مع فلان اليوم الفلاني وعنوانها كذا وكل بقى الحاجات اللي انا هدخلها في وانا بظبط الميتنج يعني. فبالتالي هقول سكيدول، اضغط بقى اختار هنا مش ميت ناو، لا انا عايز سكيدول ا ميتنج. تمام. طيب اما بضغط على سكيدول ا ميتنج ده بيدخلني في صفحه بقى ايه السيتنجز اللي هظبطها علشان ابدا احدد الميتنج بتاعي. اول حاجه اللي هي اد تايتل، فانا هقول مثلا التايتل بتاع الميتنج دي از ليكتشر 1. تمام. بعد كده اد ريكوايرد اتنديز. اد ريكوايرد اتنديز هو باي ديفولت لو انا سبتها يبقى كل التيم المفروض ان هو يبقى لو اكسسبيليتي على الميتنج. This is by default. حابب ان انا اسمي ناس معينه هم اللي عايزين المفروض يحضروا الميتنج، فانا ممكن ان انا ايه اضيفهم هنا في الايه في المربع ده. انما لو انا ما ضفتش حاجه وخلاص كل الناس اللي المفروض في التيم ليهم اكسسبيليتي عليها، عايز اضيف ناس تانية ممكن اضيفهم من هنا. ممكن يبقوا ناس على فكره جيست ما همش جوه التيم، فببدا ان انا ايه ازود من جروب تاني، من تيم تاني خالص، من فرقه تانية، من ستاف ما همش اونرز او ما همش ممبرز في التيم ده، ممكن ان انا ابدا اضيف ايميلاتهم هنا بحيث ان هم يقدروا يبقوا ليهم اكسسبيليتي على الميتنج اللي انا بنشاها. تمام. انما خلاص الناس اللي في التيم كلهم موجودين. طيب الحاجه اللي بعد كده اللي هي ان انا بشوف الميعاد اللي انا عايز احدد فيه ان انا اعمل الميتنج دي، مثلا هعملها يوم 4/11 الساعة 8 صباحا، وهتنتهي او يعني خلص الميتنج دي زي مثلا يوم برضو 4 بس الساعة 10 صباحا، يعني هتقعد ساعتين. وممكن الميتنج دي تبقى ميتنج منعقدة اللي هو طول اليوم اللي هي all day، فخلاص ملهاش end، هو طول اليوم في انعقاد دائم للميتنج او الميتنج روم مفتوحة، هيبقى في ديسكشنز اي حد يدخل في اي وقت هيلاقيها، هيبقى في شغل طول اليوم. فديت يعني as you like، انت حضرتك عايز تظبطها انها مفتوحه من الساعه كذا للساعه كذا ولا all day. طيب الاوبشن اللي بعده، لو انا بظبط مثلا الميتنج دي على اساس ان انا هقدم عليها محاضرات او سكشن عملي او ايا كان هقدم ايه، وهي بسكيدول، فعشان ما تعبش نفسي وكل مره اقعد ادخل في السيتنجز كده واحدد، فانا ممكن اخليها ايه بدل هي الديفولت هنا doesn't repeat، لا انا ممكن اخليها repeated every week day، يبقى كل يوم يوميا هتبقى في الميعاد ده في ميتنج، او daily او بخليها weekly مثلا. تمام. ويبقى كل اسبوع من اول يوم 4/11 هيبقى في ايه ميتنج من الساعه 8 للساعه 10 مثلا، لو انا خلاص عارف محاضرتي هتبقى امتى. تمام. ممكن هنا بعمل كاستمايزيشن لو انا بقى يعني ليا اكتر من محاضره في اكتر من وقت، فببدا ان انا ايه اعمل هقول دي ستارت على 4/11 وبعدين ريبيت افري ايه كل اسبوع ولا كل يوم ولا كل شهر ولا ايه بالظبط، وبعدين ببدا ان انا ايه اختار اليوم اللي انا خلاص محاضراتي كلها تخلص فيه، فببدا ان انا اختار ما انا هقعد مثلا محاضراتي هتبقى على مدار الشهر كله، وببدا ان انا الايام بتاعه محاضرتي يبقى انا خدت اهوت 2 و4 وجمعه مثلا، يبقى المحاضره بتاعي كده كل اسبوع 2 و4 وجمعه، وهتبدا من 4/11 بالشكل ده وبالتوقيت اللي انا اصلا اوريدي مظبطه من 8/10، ودي هتبقى اخري في المحاضرات هو يوم 30/11. فانا كده جدولي بالكامل بقى معمول في الميتنج دي، فاللينك دي دايما شغاله في المواعيد دي مفتوحه، ده ميعاد المحاضره بتاعتي. تمام.
واقول سيف، يبقى بالطريقه دي انا خلاص ظبطت جدولي بالكامل من غير ما ادخل كل شويه اعمل ايه، اعمل السيتنجز وافتح ميتنج واظبط السكيدجول بتاعها. طيب دي بتبقى زي ما حضراتكم شايفين كده، هي بتبقى للجنرال، يعني معناها انه ايه، دول اللي هم مين الحضور، فهي كل الجروب بتاعي في التيم بيبقى حاضر. طب زي مثلا انا عايز اعمل منشنينج لناس تانية هيبقوا يحضروا معايا الميتنج دي او ادعوهم ليها، فزي ما حضراتكم شايفين كده بيظهر لي كل التيمز اللي انا اصلا مشتركه فيها، وممكن ان انا ايه ابدا اضيف ناس تانية مثلا، ده الستاف تريننج اهوت هضيفهم معايا، هم الجنرال بتوع. فانا هنا من جوه التيم بتاعي ده ببدا ان انا ممكن اختار مين التيم اللي انا عايز اوجه له او اعمل له اخليه يدخل في الميتنج دي. يبقى انا في تيم بس مشترك في تيم تاني، بس انا الاونر بتاع التيم ده، ممكن ان انا اعمل ايه، اعمل الميتنج دي بحيث انه تبقى متوجهه لتيم تاني انا مشترك فيه. تمام، بيظهر لي من لستة التيمز كده مين اللي انا عاوز اصلا يبقى داخل في الميتنج دي علشان يبعت لهم نوتيفيكيشن بيها. تمام، طيب بعد كده ممكن ان انا اعمل ايه، هنا طبعا ادلوكيشن، فديت ما يعني ما بنحطش فيها عاده حاجه، ما هي هيبقى اكيد اللوكيشن بتاعنا هيبقى هو جوه التيم بتاعنا. وبعدين هنا ممكن لو انا عايز اقول اي تنويهات، اي ديتيلز، اي بريباريشنز الطالب يبقى محضرها عشان الميتنج دي، ممكن ان انا اضيفها في البوكس اللي تحت ده، مثلا every student should be prepared with his laptop مثلا to present about topic، حاجه معينه انا هسال الطلاب فيها، اكتب لهم مجموعه من الاسئله يبقى محضرها عشان هيحصل ديسكشن اثناء الميتنج فيها. اللي انا عايز اكتبه ممكن اقوم كاتبه ايه، اقوم كاتبه فيه اهو مثلا we will start مثلا by discussing previous topic. هقول لهم انا ايه، اول حاجه ان انا هناقشكم في المحاضره اللي فاتت. تمام، اي تنويهات انا عاوز اقولها، فانا كده خلاص ظبطت الميتنج بتاعتي انها هتبقى هي التكرار بتاعها، وظبطتها على الجدول بتاعي وعملت خلاص كل الايه المطلوب، وتممت هنا انها تبقى الجروب اللي انا فيه او التيم بتاعي هو موجود. لو اختار تيم تاني ممكن يعني اضيفه زي ما انا عاوز، مفيش مشكله. وبعدين انا خلصت خالص كده، فاقول ايه، فاقول سند. دي معناها ايه؟ معناها ان هو بعتها كاز بوست، الميتنج اللي انا ظبطتها دي حطها لي هنا اس بوست، وكده رجعني في صفحه الجنرال اهي. فشايفين حضراتكم ظهرت اهي اس بوست، ها موجود في صفحه الجنرال اللي هي بيظهر لكل التيم ممبرز. سيل مثلا انا كان جروب معين ودوت هيبقى سيكشن عملي خاص بيهم، فاثناء توظيفه اثناء ما انا بعمله، فانا ممكن اقوم ايه كاتب جنب العنوان بتاعه ليكتشر 1 اقول ان this lecture or this session is directed to group 2 مثلا، او زي ما حضراتكم شايفين كده برضو اللي انا قلته في اللي هي الكونتنت اللي هي التعليمات اللي بقول حضراتكم ظهرت لي برضو في البوست اهي we will start by discussing previous topic، ظهرت لي كبوست انا كاتباه فوق الميتنج اللي هي scheduled. فممكن هنا برضو اكتب انه this مثلا session will be directed to student group 3 مثلا. فاذا ممكن ان انا هنا اعمل نومينيشن بحيث يبقوا عارفين انه الناس اللي في الجروب ده، لان هيتاخد زي ما هنشوف دلوقتي بيتاخد غياب وكلام من ده في جوه الميتنج، فممكن ان انا اكتب الكلام ده كله بحيث يبقى واضح للطلاب وهم داخلين على الميتنج. طيب ايه رايكم بقى نبدا ان احنا ندخل جوه الميتنج فعلا؟ هندخل جوه الميتنج وهنشوف ايه الفيتشرز فيها، باننا نضغط عليها كده، ده بيدخلني وانا هنا بقى ايه، انا كده دخلني كاني هنظمها تاني، لا هي متنظمه، انا عايز على طول اعمل ايه، اعمل جوين. تمام، اما بندخل بقى في الصفحه دي واعمل جوين، ده هنا بيدخلني في اول صفحه بتقابلني بيقول لي انت ايه اللي مفتوح عندك، انت قافل الكاميرا الفيديو، فانا بقول له اوكي ولا انا عاوز ابقى فاتحاها كده مثلا، هي مفتوحه بس انا عشان ببقى قافلها دايما فظهر عندي اهو ان هو بيسجل الفيديو بتاعي، ده كده محدش شايفني، انا مجرد ايه بظبط انا عاوز اعمل ايه قبل ما ادخل على الميتنج. يبقى انا لا، انا عايز الفيديو بتاعي مقفول، فاختار ايه ان دي تبقى لوكد كده. طيب عايز يبقى المايك مفتوح ولا مقفول، لو برضو ضغطت كده بحيث يبقى اسود يبقى وعليه العلامه السلاش دي يبقى كده المايك مقفول، لا انا عايزه مفتوح يبقى اضغط ايه مفتوح. تمام، ودي سيتنجز خاصه بالمايك والبتاع الجهاز بقى اللي هو انا داخله منه دلوقتي على الميتنج. انا خلاص لقيت الدنيا كده مظبوطه، ابدا اقول له ايه join now.
كده خلاص دخلني كده في الميتنج روم بتاعتي. الميتنج روم بتاعتي كده انا خلاص في كده فتحت الميتنج. اول حاجه طبعا في عندنا هنا مجموعه من الباتونز موجوده، اول واحد فيهم اللي هو بتاع كاميرا الفيديو. لو انا برضو عايز مره تانية افتح الفيديو بتاعي، فممكن ان انا بعد ما كنت مختار ان انا اقفله، لا انا قررت ان انا افتحه بعد ما بدانا الميتنج، فببدا ان انا ايه اضغط على الكاميرا هنا ان هي تفتح. فزي ما حركوا كده ايه لقيناها فتحت. طبعا لو حطيت حاجه صورتي او كذا هتبقى برضو ايه لو فتحت الكاميرا بتاعتي يعني هتبقى باين. لا انا عايز اقفلها خلاص قفلتها. كذلك هنا ده الميوت اللي هو افتح المايك ولا لا. وبعدين السهم اللي فوق ده مهم جدا جدا، وهو ده الاساسي ان احنا نتعامل فيه، اللي هو open share tray. open share tray اما بضغط على السهم اللي فوق ده بيبدا يفتح يقول لي طب انت as a teacher او as a presenter عايز تفتح ايه؟ عايز تفتح حاجه من الديسكتوب بتاعك، ولا عاوز تفتح بتعمل من الفيتشرز الحلوه قوي اللي هي المايكروسوفت وايت بورد، وهوري حضراتكم ايه اللي ممكن نستعمله فيها، ولا فري هاند باي انفيجن ديت برده حاجه ثانيه فيتشرز ثانيه. يعني اهم حاجات هنستعملها هي الديسكتوب بتاعنا او الوايت بورد، وممكن حاجات ثانيه انا عايزها تتفتح فببدا اعمل براوز وادور عليها. طيب لما نعمل شير هنا للديسكتوب واضغط عليها بيبدا يقول لي طب انت عايز تعمل ايه الانتاير سكرين. لما بختار الانتاير سكرين دي كده واقول له شير، ده كده بيخليني ايه اي حاجه هبقى فاتحاها في الكمبيوتر بتاعي، اي صفحه اي براوزر اي شو اي بي دي اف اي حاجه من دولت بيبدا ان هو يدخلني عليها ويخلي الناس اللي في الميتنج يبقوا شايفينها. اوكي فده لو عملت يوز او شو يور انتاير سكرين يبقى اي حاجه بدخل فيها في الكمبيوتر بتاعي الطلاب بيتحركوا معايا فيها. دخلت حاجه فيديو على النت، دخلت على حاجه باوربوينت، رجعت على بي دي اف، رجعت مش عارف اوري ايه، فتحت حاجه جوه الكمبيوتر بتاعي اي فايل، هم بيتنقلوا معايا جوه في فايلاتي كلها اي صفحه لان كل السكرين شير. يا اما لا انا عايز ليها مثلا فيها خصوصيه شويه فانا هقول لا افتح بس مثلا الابلكيشن معين. انا فاتح ابلكيشن معين زي باوربوينت شو، يعني انا هوري حضراتكم هو برضو ايه علشان نبقى محددين. انا مثلا هفتح هنا باوربوينت شو من عندي او بي دي اف اي حاجه اهو. تمام انا فتحت كده على الكمبيوتر مثلا كنت شغال اهو وانا عاوز ايه ده فايل معين انا فاتحه وفتحه واعمل مينيمايزيشن بقى في المينيمايزيشن هنا. وبعدين بختار هنا اهو انا في الميتنج اهو وبعمل بقول شير حاجه من الديسكتوب بتاعي. دي اول اختيار كان يور انتاير سكرين اللي اتكلمنا عليها. لا انا عايز حاجه محدده، عايز ابلكيشن ويندو معين. فهنا لما بيحصل ايه بعد شويه يحصل سنسيشن كده انه في حاجه احنا فاتحينها اللي هو البي دي اف ده بيبدا يظهر لي اهو زي ما انتم شايفين كده. انا فتحت البي دي اف اهو موجوده في السكرين بتاعتي فبيبدا يظهر لي انت فاتح اهو دلوقتي، انت فاتح الليكتشر 1 يعني فاتح الميتنج روم دي، وفاتح الايميل هوست كونسي هو البي دي اف، وفاتح مثلا الكاميرا اللي عندي كاميرا الدله هي مفتوحه. فبيقول لي انت عايز اي ابلكيشن، انهي ابلكيشن من دول اللي بتعمل له شير، فمثلا هختار ده. يبقى ده بس هو اللي الطلاب هيبقوا شايفينه معايا، وعشان كده ظاهر زي ما حضراتكم شايفين كده دوت اهوت كده ظاهر وباين لي في تاب صغير كده تحت كده انه الفايل ده شيرد اهوت في المايكروسوفت تيمز. لو انا عاوز ما اخليش خلاص يبقى شيرد وخلصت الحاجه اللي انا عايزه هو نقلني هنا للبي دي اف بحيث اتحرك فيه براحتي، وكل الحركه ديت الطلاب شايفينه معايا. طب انا خلصت خلاص وديتهم المعلومه اللي انا عايزهم يشوفوها، اتك هنا على ستوب شيرنج. تمام ولما بضغط على ستوب شيرنج كده وارجع لمايكروسوفت فخلاص كده ما عادش في حاجه شيرد من الديسكتوب بتاعي. تمام طيب او الاوبشن الثالث هنا في الشير ان انا بعمل ايه اختار ان في كروم تاب. كروم تاب يعني حاجه من البراوزر انا فاتحها صفحه من صفحات البراوزر انا عاوز ان الطلاب يبقوا شيرنج ليها. فمثلا بختار ان عايزهم يدخلوا على يدخلوا معايا على ده، فكده بيبقوا داخلين معايا على الجروب مثلا او البراوزر ايا كان انا فاتح ايه. ممكن ابقى فاتح حاجه على اليوتيوب ايا كان، هما كده هيبقوا شايفين معايا الايه الصفحه بتاع الكروم تاب اللي انا فيها. وزي ما حضراتكم شايفين كده اهو
هو ده او بينبهني برضو هو ده شيرد اهوت في التاب ده شيرد في التيم بتاع مايكروسوفت دوت كوم، فانا عاوز اشرح لهم حاجه عليها اشرحها، خلصت خلاص بقول ستوب شيرنج وبرجع تاني للميتنج بتاعي تمام، علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر اكمل علشان خاطر اكمل اللي انا بقدمه او الميتنج بتاعتي اكمل فيها الحاجات اللي احنا بنقدمها. احنا بس هنا دخلنا على كنا كده قفلنا الميتنج روم علشان خاطر كنا دخلنا في جروب تاني، هو بس ايه هندخل مرة تانية. ونفتح مرة تانية الميتنج بتاعتنا اهي علشان نكمل الفيتشرز. نعمل جوين بقى تمام، نعمل جوين ناو وكده دخلت الميتنج روم مرة تانية. يبقى احنا هنا اتكلمنا على الفيديو، اتكلمنا على المايك، اتكلمنا بعد كده، وطبعا هنا في عداد اهو بيعد لان انا بيحسب لي يعني انا خدت وقت قد ايه. يبقى احنا هنا اول حاجه عملنا في الشير سكرين شفنا ايه اللي ممكن نعمله شيرنج ونختار ايه منهم، وممكن اريح نفسي واعمل انتاير سكرين واتحرك براحتي فابقى ضامن ان هم شايفين كل حركاتي او كل ايه كل دخولي على اي حاجه إيه هم معايا فيها، محدش هيقول لي لا السكرين وقفت او كده، لا هو شايف كل حاجه انا بقول له إيه بقول له إيه إيه بوريها له يعني. الحاجه اللي بعد كده في الغير اللي انا بعمل بقى شير سكرين ان انا اختار اللي هي مايكروسوفت وايت بورد. كتير مننا بيبقى حابب قوي فكره ان هو بيشرح على سبوره للولاد وبيفهمهم وبيتحرك معاهم فيها وهكذا، فالحقيقه ده فيتشر لطيف خالص بيقدمه لنا مايكروسوفت اللي هي شيرنج للوايت بورد. هي هتظهر اهي دلوقتي اللودينج الوايت بورد، ودي يمكن مش معظم الابلكيشن فيها الفيتشر بتاع الوايت بورد، دي حاجه مميزه جدا لمايكروسوفت في الميتنجز بتاعتها. تمام كده بيفتح لي اهوت الوايت بورد، هي بتاخد وقت بس شويه لحد ما بتحمل او يمكن يكون جالي بطء في النت. في هنا بقى حاجه لطيفه خالص، اول ما بيفتح الوايت بورد ويحملها بيقول لي do you want to present or collaborate، انت عايز تبقى لوحدك على الوايت بورد بحيث ما حدش من الطلاب يبدا او حد يعني موجود في الميتنج يعني يمتد لها، ولا عايزهم to collaborate. فطبعا انا على حسب الاختيار، احنا هنبقى بنتكلم في الاول انا البريزنتر وهي المحاضره توتالي انا اللي هقدمها، فيعني يفضل انه انا بس اللي ابقى بريزنت على الوايت بورد. هنعمل حاجه وانا هيبقى انتر اكتف بحيث عايز الطلاب بتوعي كمان يدخلوا معايا، يبقى اختار ان ايفري وان كان ايدت. طيب يبقى ده مهم قوي ان احنا نختار انا هبقى لوحدي ولا other participants can edit، وممكن نفتحها من الترس اللي حضراتكم شفتوه على اليمين دلوقتي ده. فهنا لا يعني هفتحها يعني اما ابقى اقفلها كده اتقفلت، لو انا عاوز افتحها يبقى كده بقى لون ازرق يبقى other participants can edit. تمام عاده احنا اللي بنبقى بنقدم فنخليها احنا بس. وبعدين بيظهر لي هنا في الوايت بورد زي ما حضراتكم شايفين كده انا عايز يبقى بلون ايه اللي انا هستخدمه، الالوان الموجوده هي قدامي، وعايز لو عايز بقى حاجه كتبتها وعايز امسح فانا عندي اريزر، عاوز اكتب تو اد تكست بضغط على المربع ده وابدا ان انا ايه اكتب الحاجات اللي انا عاوزها، وبتبقى ظاهره زي ما حضراتكم شايفين كده بتبقى ظاهره كاني بكتبها فعلا بخط الايد. لو انا عاوز امسح المربع على بعضه خلاص بمسحه، عاوز اكتب زي ما حضراتكم شايفين كده بعمل تايبنج، وفي نفس الوقت هي بتتكتب كاني بكتب بخط ايد او كاني بكتب بقلم، فديت برده من الحاجات اللي هي تحس حضرتك انك واقف على سبوره صحيح.
هنا ممكن لو انا عايز تقاد نوت حاجه مثلا، كتبت عنوان وعايز اخد اعمل نوت عليه، فيبقى زي يافطه كده مكتوبه جنبه تنبيه لحاجه معينه او كده، وبرده اي حاجه من دول ممكن امسحها، ممكن استعمل الاستيكه وابدا ايه ان انا امسح اي حاجه، بس ده بيتمسح كده بدل. انما لو انا اخدت قلم من دول وبدات ان انا اكتب مثلا اهوت معايا بقى قلم بن اي حاجه جود مورنينج اي حاجه، وكتبت حاجه غلط، فببدا ان انا بالاستيكه وابدا ان انا ايه امسح اللي انا كتبته كاني على بورد حقيقي فعلا. تمام، وزي ما قلت لحضراتكم كده ممكن ان احنا ايه ده هنا بقى تظبيط للزومينج بتاعها او كده، ف يعني ممكن نستعملها وممكن لا، عاده هي بتبقى واضحه كده زي ما حضراتكم شايفين، فديت الوايت بورد. وممكن زي ما قلت لحضراتكم كده نخلي كمان الطلاب تو كولابوريت، لو انا عايز يبقى حاجه انتر اكتف كانه بيكتب على السبوره كانه بيقول حاجه كانه هو اللي بيشرح حاجه، فممكن دي كان كولابوريت في حاجه زي كده. تمام، طيب انا خلصت بعمل يعني مجرد ان انا احرك الماوس بتاعي كده بيبدا يظهر لي ايه علامه ستوب بريزنتنج، فانا خلصت كده شغلي على الوايت بورد مثلا، عندي هعمل حاجه تانيه فبقول ستوب بريزنتنج اهو بضغط عليها، فكده رجعني تاني للروم وشال الوايت بورد من الشيرنج. طيب الحاجه اللي بعد كده بعد ما خدنا الباتون اللي هو التالت ان احنا نعمل ايه في مور اكشنز هنا، ان انا يعني دي بقى حاجات في السيتنجز وعاده ما بنحتاج لهاش يعني ان احنا نشوفها، ودي يمكن الحاجه في كل الكلام اللي ظهر ده ان احنا نقول ستارت ريكوردنج باي ديفولت، برضو هي بتبقى ما فيش باي ديفولت هنا في مايكروسوفت تيمز ان هي بيبقى فيه تسجيل اول ما ببدا الميتنج بتاعتي، وبتظهر للطلاب وبتقعد لمده 20 يوم از بوست. يعني احنا لما هنخلص دلوقتي هنشوف انه الاربع دقائق او الخمس دقائق اللي احنا تسجلوا دولت موجودين، طالما انه في هنا ضغط فهو اصلا اوريدي ستارت ريكوردنج اهوت، فهنلاقي في ريكوردنج موجود وهيظهر على الصفحه الجنرال في البوست بعد ما هنخلص. تمام، فديت من اللي هي مور اكشنز، ف زي ما حضراتكم شايفين كده هي ستوب ريكوردنج لان هي اوريدي في ريكوردنج بيحصل ليها دلوقتي. طيب الحاجه اللي بعد كده اللي هي raise your hand، ده الاكتر ان انا مثلا داخله هنا a presenter as a teacher، انما هي بتبقى ظاهره كمان للطلاب بتوعنا، فاللي ممكن ان احنا في اول الميتنج برضو ان احنا ايه ان احنا نطلب منهم ان احنا نطلب منهم ان هم يرفع اللي عاوز حاجه يسال في حاجه يعمل ايه raise hand، خلاص فهمها مثلا انا قلتها، فممكن برضو يضغط مره تانية على نفس الكف ده فايه خلاص lower hand يبقى ايه low hand يبقى او lower your hand معناها ان هو خلاص ايه تراجع او السؤال بتاعه اتجاوب او ايا كان، فخلاص عشان انا برضو وانا بشرح مفيش يحصل interruption. انا ممكن بعد ما اخلص شرح هشوف مين زي ما هنشوف participant list دلوقتي، يعني احنا بالمره اهوت لما بنضغط على شكل البيبل دولت بيظهر لي هنا المفروض كل الاتنديز اللي موجودين في الميتنج، لو واحد فيهم رفع ايده هنلاقي ان هو ايه مرفوع جنبه الكف موجود، لو خلاص عمل لور يور هاند فمش هنلاقي الكف موجود. تمام، وبرده من البارتيسيبنت ليست اللي انا جبتها لما ضغطت على بيبل دول في زي ما حضراتكم شايفين هنا اللي هي الثلاث نقط اللي فوق دولت، دي مهمه جدا لما بضغط عليهم. اول حاجه اول اوبشن عندي اللي هي dont allow attendees to unmute، الديفولت هنا ان هما كان ميوت اند كان انميوت. طيب لو انا عايز دايما يبقى فيه هدوء محدش يدخل بصوته، فانا as a presenter و as a teacher هنا ممكن اضغط ايه اللي هو attendees، لما اضغط عليه يقول لي attendees want to be able to unmute themselves، انا كده قفلت المايكات بتاعهم بالاجبار كلهم ومش هيقدروا يعملوا unmute لنفسهم، فبختاره بيقول لي انت عايز يبقى كده، فهقول له ايه dont allow لا ما تخليهمش يعملوا unmute، فبالتالي هما كده كلهم ما يقدروش يفتحوا المايكات. طب العكس بعد ما خلصت المحاضره وعايزهم بقى يبداوا يبقى في اوبن ديسكشن، يبقى انا اقول له allow attendees to unmute، فبرضه هو بيتاكد مني كده كلهم اي واحد فيهم يقدر to unmute، اقول له allow انا عاوز اسمعهم. طيب الثلاث نقط دول برضه، تاني نقطه اللي هي manage permissions، ودي مهمه جدا جدا علشان خاطر موضوع البروجكتس ده بينقلني لصفحه ثانيه بتساعدني ان انا اظبط السيتنجز بتاعت الميتنج. السيتنجز بتاعت الميتنج هنا انا محتاج الطلاب ان هم يبداوا they can present، يبقى داخل وكانه هو تيتشر جوه الميتنج اللي احنا محددينها دي. فما بضغط الاول على المانج دي بتدخلني في صفحه فيها
شويه ايه شويه تظبيطات في الميتنج. اول حاجه هو كان باي باس ذا لوبي. لوبي ده اللي هو المكان المدخل بتاع الميتنج. فهنا بنختار باي ديفولت هي بيبل ان ماي اورجانيزيشن عشان الطلاب بتوعنا بس اللي يبقوا داخلين عليها، ولا عايز انا بس اللي هبقى في الميتنج، ولا لو بيبل ان ماي اورجانيزيشن تراست اورجانيزيشن زي مثلا انا وناس من كليه ثانيه، من كليه ثانيه هتبقى برضو دول معروفين بالنسبه للمايكروسوفت تيمز، ولا everyone. وعشان كده everyone دي بقول لحضراتكم الميتنج دي في بعض الاحيان ممكن حد ما هوش في الاورجانيزيشن بتاعي as guest ويدخل على الميتنج مع انه مش في التيم ومش بالايميل بتاع @admin.tanta ولا من ولا ايميل مايكروسوفت. فانا لو فتحت دي فور everyone، لو انا مثلا ميتنج وساي مثلا مؤتمر ندوه ايا كان، وانا عاوز ايه الناس دول كضيوف يقدروا يدخلوا على الميتنج اللي انا عاملها على مايكروسوفت تيمز، ففي الحاله ديت اقدر ان انا ايه اخليهم everyone ممكن ان هم تجوين. طيب الحاجه اللي بعد كده اللي هي always let callers bypass the lobby، اللي هو معناها الناس اللي انا كنت كاتب اصلا اسمهم وانا بظبط الميتنج دول يدخلوا على طول من غير ما يبقوا في اللوبي، لانه اللوبي ده زي ما بقول حضرتك كده كانه مدخل وحد بيستاذن ان هو يدخل الروم. طيب announce when caller join or leave، انا هنا عاملها يا اما يس يا اما نو. announce معناها انه ايه يديني نوتيفيكيشن كل ما حد يدخل الروم او الميتنج بتاعي، انا ابقى as a presenter كده يجي لي زي نوت كده تحت تظهر لي على الشاشه بسرعه انه فلان جوين فلان جوين فلان جوين وهكذا. طيب النقطه اللي بعد كده اللي احنا فاتحين اصلا عشانها البيرميشنز دي اللي هي who can present. who can present by default هي معموله انه everyone، يبقى اي حد في الميتنج هيظهر ان هو كان شير سكرين كان شير الوايت بورد كان شير ابلكيشن، فهي مفتوحه فور everyone. طب انا مثلا عايز اعمل كنترول اكتر او محاضره خاصه بيا، يبقى اقول اونلي مي، اختار اونلي مي. او لو انا مثلا عامل الميتنج دي بحيث انه ناس معينه من الجروب او التيم بتاعي او الجروب بتاعي هم اللي هيعملوا برزنتيشن النهارده، فهقول سبيسيفيك بيبل تمام. وبعد كده هبدا ان انا هنا ايه هيبقى فور ناو اهوت كتب لي على طول فور ناو سبيسيفيك بريزنترز كان نوت بي سيلكتد فور تشانل ميتينجز. هو طبعا بيقول لي سيلكت برزنتيشن بريزنترز فور ذس ميتينج، لانه هو دلوقتي هو يعني التيم اللي احنا فيه دلوقتي بس ما عليهوش ناس معينه، فما عليهوش اصلا ممبرز، فبالتالي هو مش عارف يدخلهم. طيب people in my organization can present، فيبقى دي معناها ان الطلاب بتوعي اللي هو admit to Tanta دولت هما can present، ما ينفعش الجست مثلا اديهم الايه اديهم البرميشن ده. طيب انا مثلا عايز لا اخلي اي حد في الميتنج هو يقدر يقدم، حتى لو حد ضيف داخل، لان انا عايز او مدخله as guest عشان هو هيقدم حاجة، فبخليها for everyone، وهو ده زي ما تحركوا اللي بيبقى الديفولت اصلا بتاع الميتنج. وبعدين في هنا برضو مره تانية اللي هي allow attendees to unmute، ديت ممكن ان انا اظبطها من هنا، عايز اخليهم to unmute themselves ويبداوا يتكلموا، ولا اقفل عليهم خالص برضو من هنا. وبعد ما بظبط الكلام ده كله بقول له save. يبقى انا كده ظبطت السيتنجز الخاصه بالايه الخاصه دي الروم بتاعي مره تانية اهي، وفتحت الكلام ده من الثلاث نقط اللي جنب الايه اللي جنب ما فتحت البارتيسيبنت ليست. يعني انا مره تانية اهو كان الميتنج كده ضغطت على شو بارتيسيبنتس، وبعدين من جنبها هنا الثلاث نقط اللي فوق ببدا ان انا ايه اظبط الحاجات اللي احنا قلناها دي. قلنا على اول واحده اللي هي ان انا allow attendees to unmute، وتاني واحدة اللي هي manage permissions مين يقدر present ولا لأ. والحاجة اللي بعد كده انا عايز بقى اسجل مين اللي حضر الميتنج ديت واتأكد من الغياب، فبقول له download attendees list، هلاقي على طول automatically نزل ايه الميتنج attendance هنا كاكسل شيت عندي. يبقى انا at once بضغطة واحدة سجلت الغياب على طول للحضور بتوعي في الميتنج اللي انا عاملها تمام. وعشان كده جالي نوتيفيكيشن، يعني لما نرجع دلوقتي نقفل الميتنج هنلاقي على طول جه فايل بقى موجود جوه التيم عباره عن الليست اوف اتنديز اللي كان حاضر الميتنج. طيب انا خلصت خلاص المحاضره بتاعي وعملت برزنتيشن، نيجي بقى لاخر بوتون هنا اللي هو هانج اب او ان انا اقفل الميتنج. يبقى انا كده عملت ليف للميتنج وقفلتها. طبعا بيقوم مرجعني على طول لصفحه البوست، وزي ما قلت لحضراتكم اهو ده كان اعلان الميتنج، مجرد ما احنا قفلناها حصل ايه حصل هنا ظهرت هي على صفحه البوست ادي التسجيل بتاع الميتنج اللي حصل.
وزي ما حضراتكم شايفين هو كاتب نوتيفيكيشن ان ده اكسباير ان 20 دايز. فبرضو الطالب اللي عاوز يحتفظ بالليكتشر او كده يعمل بسرعه داونلود يحتفظ بيها عنده علشان خاطر دي هتبقى موجوده افيلبل كده بس فور 20 دايز. انا عايز بقى الكواليتي كانت كويسه او بتاع ده فيدباك بيبقى معمول ل المايكروسوفت وبقول له هو كان المشكله في الاوديو ولا الفيديو ولا في البرزنتيشن. وبعمل مهم قوي ان انا ابعت لهم برضو اي فيدباك علشان خاطر يعني بنكمل بقى معاهم حاجه بحاجه كده بحيث انه لو اي نوتيفيكيشن هم يقدروا كشركه مايكروسوفت العالميه يعني تقدر ان هي تظبطها فكل دخول لينا يبقى افضل وافضل. تمام. طيب زي ما قلت لحضراتكم لو دخلنا هنا على فايلز بيبدا لو اي فايل بقى انا كنت عملت له شيرنج او كده ممكن ان احنا نلاقيه جوه الميتنج بس احنا ما كناش نزلنا حاجه فبالتالي مش هنلاقيها موجوده. تمام. فادي بالنسبه ما يخص الميتنج. اتمنى اكون فدت حضراتكم وان شاء الله لو يمكن هيبقى في فيديو تاني بقى هنتكلم فيه على ابلكيشن مهم قوي قوي مايكروسوفت برضو هتحه لنا وهنستعمله باذن الله اللي هو مايكروسوفت فورمز علشان خاطر الامتحانات. فبرضو هيبقى في فيديو ان شاء الله ليها. الحاجه بس الاخيره اللي عايز اقولها لحضراتكم ان انا طول ما كنت في الميتنج انا ببقى ظاهره هنا صورتي مثلا او بروفايل بيكتشر بتاعي وتحت بيبقى اللون احمر معناها ان انا اي ام ان ميتنج. فاي حد هيبقى موجود في التيمز الثانيه اللي انا مشتركه فيها هيبقى شايفني ان انا موجوده في ميتنج لان اللون احمر. لو انا مثلا خلاص اوي من الميتنج بيبقى لون اورنج. لو انا اكتف على التيمز بيبقى باين جنبي دوت لونها اخضر معناها ان انا ايه اكتف وموجوده على التيم زي ما قلت لحضراتكم. تمام. نلتقي بحضراتكم باذن الله في فيديو قادم واتمنى اكون في التوك. شكرا جزيلا.